أعزائنا معنا أول اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير أستاذ برمان. هلا أبو عبد الله، يا هلا بيك هزاع البرماوي، طبعا عضو مجلس نقابة الفنانين ومدير الإنتاج الرائع. طبعا أهلا وسهلا فيك أستاذ هزاع. أهلا بكم، مساء الخير عليكم، مساء الخير على المستمعين جميعا. يا أهلا بيك بسمعوك. طبعا تعرف حضرتك يعني اليوم احنا حلقتنا خاصة، عم نتحدث برنامجنا عادة فني، بكون متحدث بالأمور الفنية، لكن اليوم حنخصصها نتحدث عن الأمور الفنية أو التعاون اللي كان يكون بين الأردن والكويت في هذا المجال. وأنت كمدير إنتاج عملت كثيرا في الكويت وفي الأردن في مسلسلات أردنية ومسلسلات كويتية. نعم يا سيدي، أمسيكم بالخير أول شيء، عزاؤنا للشعب الكويتي برحيل الرجل الحكيم الأمير رمز من رموز الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر رحمه الله وغفر له وجعل مأواه الجنة. أمين. تجربتي طبعا أنا من الناس اللي عملت في الكويت منذ سنوات، من أهم الأعمال التي قمت فيها وأشرفت عليها عمل كويتي بحت اسمه شارع 90، كان إنتاج شركة سورية بتنفيذ من شركة هارمون الكويتية. طبعا تم اختياري لإدارة هذا العمل، عمل كبير فيه نخبة من الفنانين الكويتيين، كان من إخراج جمعان الرويعي وإشراف محمد دحام الشمري. والعمل هو عمل اجتماعي بحكي عن ترتيبة ومكونات المجتمع الكويتي. يعني حتى من خلال هذا العمل، العمل كان بيورجي كيف المجتمع الكويتي وعلاقته بالناس ببعض، ترتيبة المجتمع الكويتي، العجم، الحضر، البدو. وهو كان يعني في حي من أحياء الكويت وبيسكنه الناس، هاي التركيب الأساسي للمجتمع الكويتي. حتى من خلال وجودنا وتعاملنا مع الناس ومع أهلنا بالكويت، يعني طلعنا على عاداتهم وتقاليدهم. الشعب الكويتي والناس الكويتيين شعب مسالم محب للآخرين، يعني الناس والنوعية وكثرة النوعية الموجودة على أرض الكويت، يعني ما بتقدر إلا تحكي إنه هذول ناس كثير بحبوا كل إنسان موجود على ساحة الكويت. نعم. أنا من خلالي تعاملت مع الفنانين الكويتيين برضو لا يختلفوا عن عامة الشعب، بسطة للغاية. نعم. كلهم نجوم وبسطة. العمل كان جميل جدا، يعني أمضينا 4 أشهر، أخذت فريق معي كامل من الأردن فنيين وتقنيين، ولقينا أحسن استقبال وأحسن معاملة من الإخوان في الكويت على صعيد الفنانين، على صعيد حتى الناس العاديين، الكل كان مبسوط، ما واجهتنا أي مشاكل، شعب إنساني محب للآخرين. يعني بعرف أنه حتى أبو عبد الله أنه الفنانين الكويتيين بيحبوا التعامل مع الفنان الأردني بشكل خاص، وغالبية التقنيين اللي عم بيعملوا معهم في مسلسلاتهم كمصورين. يعني هو قرب الأردني للعادات والتقاليد الكويتية والنوعية، نوعية الفنان الأردني كان تقني أو غيره، والامتياز اللي بيمتاز فيه الفنان الأردني طبعا بيكون مطلوب ومرغوب لدى الأخوة في الكويت. التقنيين الأردنيين على سوية عالية، مقربين، عارفين شغلهم صح، لهالسبب لهم أولوية في وجودهم بالخليل. كثير من المخرجين الأردنيين أخرجوا أعمال ولا يزالوا موجودين هناك ومطلوبين في الكويت، عندنا زملاء كثير فنانين أردنيين على مستوى التمثيل كمان موجودين، التقنيين يعني التقنيين على مساحة كبيرة، كل الأعمال تجد فيها تقنيين أردنيين من مصورين، من مهندسين صوت، من إضاءة إلى آخره. ما بكون في عمل يكاد يخلو من مجموعة من الفنانين الأردنيين المشاركين في الأعمال الكويتية. وهناك أيضا الكثير من الأعمال الكويتية البحتة تنفذ على الساحة الأردنية، يعني المناخ الأردني مناسب في كل الجوانب للإنتاج والإشراف على الأعمال اللي بتجينا من الكويت. فبفضلوا دائما الأردن عن أي أماكن أخرى للقرب للعادات والتقاليد، توفر المتطلبات الإنتاجية كاملة وسهولتها موجودة في الأردن عن
أماكن تانية. هناك أعتقد تسهيلات بالذات للفنانين الكويتيين إذا أرادوا الإنتاج داخل الأردن من قبل النقابة. دائما النقابة يعني عامل مساعد للفنانين وللجهات المنتجة الكويتية. وهناك بعض الأعمال اللي توقفت بسبب الجائحة، يعني في أعمال كانت تحضر ومنها عمل كويتي ضخم لمنتج أنتج أكثر من عمل في الأردن، لكن الظروف اللي هي حالة دون أنه يكملوا، لكن إن شاء الله بعد ما شوي تستقر الأمور رح يكملوا العمل إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو عبد الله. إحنا طبعا نشكر فناننا طبعا ومدير الإنتاج أستاذ هزاع البرماوي. شكرا لك أستاذ هزاع. شكرا لكم. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية ومزيدا من التقدم والنجاح. شكرا. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أبو عبد الله. شكرا يا حبيبي.